السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اصدقائي، قبل اي شيء ارجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل ما هو جديد في القناة. التربية تتحدث عن اسئلة الامتحانات الوزارية وتقول بانها ستكون واضحة وشاملة. أكدت وزارة التربية أن الأسئلة الامتحانية الوزارية للمراحل المنتهية للعام الدراسي الحالي ستكون شاملة وواضحة مع مراعاة للوضع الحالي الذي تمر به البلاد. وقال مصدر في تربية الكرخ الأولى لجريدة الصباح أن الوزارة وجهت من خلال الاجتماعات التي تعقدها هيئة الرأي فيها بأن تكون أسئلة الامتحانات الوزارية النهائية للمراحل المنتهية الدور الأول من العام الدراسي الحالي واضحة وشاملة للمنهاج الذي تقرر إدخاله بالامتحانات بعد عمليات الحذف والتجذيب الخاصة بمناهج السادس الإعدادي والثالث المتوسط. وأضاف أنه تم توجيه اللجان الخاصة بإعداد الامتحانات والأسئلة الامتحانية وكل حسب اختصاصه بأن تكون الأسئلة سلسة وغير غامضة بما يمكن الطلبة من حلها، مبينا أن الإجراءات جاءت لكون العام الدراسي الحالي تأثر بظروف خارجة عن إرادة الوزارة، وذلك ما أثر سلبا على سير العملية التربوية في البلاد والتي كان آخرها انتشار الوباء العالمي وما أعقبه من فرض حظر التجوال الوقائي وتعطيل الدوام بالمدارس أسوة بما حصل في أغلب دول العالم.